اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاشفي بفضل أيامه المباركة كل من أتعبه المرض وتأخر شفاؤه، وأنت وحدك عونه ورجاؤه. اللهم اشمله بعطفك وتوله برحمتك، وخذ بيده واجعل جسده صابرا على البلاء، واجعل مرضه في ميزان حسناته، وابعد عنه كل ألم، واشفه برحمتك شفاء لا يغادر سقما، وعافه بحولك وقوتك، والبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا منان يا رحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.